النهارده السيد سامح شكري التقى مع امير قطر وسلموا رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي تطور في العلاقات ماشي زي الفل. ووصل ان كان قبل كده في رساله من امير قطر للرئيس السيسي بيدعوه لزياره قطر. في رساله النهارده اللي سلمها سامح شكري لامير قطر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو امير قطر لزياره القاهره. وبعدين الحقيقه بدا يحصل الاجتماع التشاوري على هامش الاجتماع الطارئ الخاص بسيادتنا. هيهمني جدا، الكلام كان رائع جدا، وزير خارجيه قطر قال كلام كويس قوي قوي، قناه الجزيره بدات تتعدل شويه، سامح شكري عمل حوار لقناه الجزيره. يعني انا هتقول لي انت بتقول الكلام ده ليه؟ اقول لك ايوه، لان سامح شكري لما يعمل حوار مع قناه الجزيره اللي كان بياخد الميكروفون يحطه تحت البتاع دي، معناه ان في تطور في العلاقات، معناه ان بالنسبه لي انا بيديني مؤشر ان هناك في تطور مهم جدا في العلاقات القطريه المصريه. وطبعا طبعا اي تطور وتقارب في العلاقات المصريه العربيه او العربيه العربيه هو بمثابه يعني سهم في قلب اسرائيل ومن يتربصون بالامه العربيه. خلوا بالكم احنا عندنا مصيبه ما حدش واخد باله منها، وانا اسف انا مش عايز استطرد كتير. هي صدفة ان الامة العربية الخريطة دي كلها كده، يبقى هنا اسرائيل وهنا تركيا وهنا ايران وهنا اثيوبيا، هي صدفة. ما يسمى بدول الجوار العربي صدفة. اثيوبيا تبقى تحته عاملة مشكلة هنا، تركيا هناك وبتاع عايزة تحتل العراق وسوريا، ايران وانتوا عارفين عاملة ايه ايران مع السعودية ومع اليمن، اسرائيل صدفة؟ لا مش صدفة المسألة. وبالتالي اللي أنا بقوله، ربما أنا شخصيا أنا سيد علي عندي مرارة غير عادية من قناة الجزيرة، وتصديت لقناة الجزيرة منفردا أيام 25 يناير، وكانوا كاتبين كده معلو نسخة مصر. فأنا شخصيا، إنما أي تقارب مصري عربي 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 هو يصب أساسا لصالح كل العرب. فما حدث اليوم في الدوحة شيء رائع ومحترم، ونتمنى ان تبقى العلاقات العربية تبقى فيه او بها زي ما بيقولوا، ونعود للمشهد العظيم العروبي الذي حدث خلال 1973 في حرب اكتوبر. والحقيقة انا كمواطن مصري ان كان لي ان انا اقول كلمة، انا بشكر كل وزراء الخارجية العرب اللي هم قدموا الدعم اليوم لمصر. بس الدعم ده معناه ايه؟ وهل هذا مؤثر؟ كنا مع الاستاذ البروفيسور استاذ القانون الدولي الكبير دكتور ايمن سلامه، كنا بنتكلم السبت وقلنا يا ريت نتكلم النهارده على يوم الثلاث، خاصه ان كلمه السيد وزير الخارجيه سامح شكري مهمه جدا. قال ان اثيوبيا بتتغافل عمدا وتعارض كل المواثيق والاتفاقات الدوليه تحكم الانهار الدوليه، وقال ان مصر صبرنا تعرض لاختبارات عده، ومصر تتصرف بمسؤولية إزاء أزمة سد النهضة من منطلق إدراكها بتبعات تصعيد التوتر على الأمن واستقرار المنطقة. وقال إن هذا التعنت الأثيوبي والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتان المصب يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانون ملزم عادل فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات. أنا بأحييه جدا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نداء لأهل الخير. مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.